شفتوا كيف أفحمته وحطيت على عينه وأثبتت إنه هو مخربط وغلطان ومسكت غلط عليه؟ هذا الموضوع يلي ممكن نكون نحن عايشين كرماله لنثبت للناس إنه نحن صح وهنن غلط، ومصير منترصد أخطائهم ومنحط البنان بوجههم. مواقف مزعجة كتيرة ممكن تصير بيننا وبين الآخرين بسبب هذا الموضوع، وهالمواقف بتخلينا نتوتر ونعصب، وعند بعض الناس يلي بيتصرفوا بطريقة يمكن ما كتير مناسبة، وآخرين بيتسموا بالخجل، ممكن يصير عندهم نوع من الخوف وما بيقدروا يواجهوا الآخرين بأخطائهم، وأيضا ناس تانيين بيواجهوهم وبعين ماكنة. تماماً، وببعض الحالات ممكن هدول الأشخاص يتجاهلوا الموضوع ويتناسوا خوفاً من المواجهة. فشو هي أسباب الخوف وشو الأسلوب الصحيح لحتى نواجه الآخرين بأخطائهم؟ رح نتعرف مع ضيفتنا الدكتورة عهد الهوى، دكتورة بالعلاج والإرشاد النفسي. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيكي. كنت عم دردش معك تحت الهواء، ما نطرنا لنطلع مع المشاهدين. أنا لازم أقول للأعور أعور بعينك؟ عن جد هلأ الموضوع هو متشعب شوي، يعني حسب الشخص اللي عم بيوجه أو عم يرتكب الخطأ، وبحسب قديش هو أثر فيني هذا الموضوع. أكيد صح وغلط هي مفهوم مانو صحيح، يعني ما هو صح إلي ممكن يكون خطأ لغيري، ما هو خطأ لغيري ممكن يكون صح بالنسبة إلي. بس إذا كان الشخص بيعني لي وقريب مني ففيني أني أنا أتواجه أنا وياه طبعاً، بس المواجهة أكيد إلها شروط وإلها أساليب بحيث أنها تكون غير مؤثرة عليه وغير مزعجة بالنسبة للشخص الثاني، وتوصل تحقق لنا الهدف المرجو منه. كمان الموضوع إذا كان مؤثر فيني أو ما أنا مؤثر فيني، وقت يكون الموضوع ما كتير مهم فما في داعي أنا أروح أقول لك كل العالم هذا غلط وهذا صح وأنظر عليهم، أكيد لا. مستر جادجر هذا بنسميه، الشخص القاضي الحاكم اللي بيحكم للناس. تمام. صح غلط، غلط صح، صح لا غلط 50% صح، يعني مين في اللي ناس قال؟ ناقدة لاذعة كمان. تمام. مين اللي قال؟ يعني أي موضوع أنا أقول لك مثلا خطأ هذا الشيء، مين اللي حكم؟ وين الحكم؟ وين المقياس؟ شو المقاييس؟ شو هي المقاييس اللي بتأكد هذا الموضوع؟ عطول في أمور نسبية، وهي الأمور النسبية طبعاً مو لإلنا، يعني نحن ما لنا علاقة فيها، ما دخلنا أنه نحن نحكم عليها. تماماً. يعني اللي ممكن تعتبريه أنت خطأ أنا بالنسبة إلي شيء عادي، واللي ممكن عندي هو كتير شيء مهم أنت بالنسبة إليك ما بيعني لك. طيب شو شروط المواجهة؟ كيف أنا لازم أواجه؟ في كتير من الأشخاص عندها نوع من العصبية والتوتر اللي بتفقد فيه أعصابها خلال المواجهة، وفي ناس فنانين موهوبين بالمواجهة اللي بيقدروا ياخذوا حقهم بكل ابتسامة وروح رياضية. خبريني كيف لازم تكون المواجهة؟ تمام. هلأ أول شيء بالمواجهة كتير مهم أنه أحدد السبب من المواجهة، يعني انه انا شو قاعد بيني وبين حالي، شو الغايه، واشوف شو الغايه، الهدف، السبب اللي انا عم يرفعني انه انا واجه، انه انا افتح موضوع مع شخص معين. كثير مهم انه اعرف انه شو الاسباب اللي ادت لهي الاخطاء، يعني كمان بيني وبين حالي انه انا ارتكب خطا معين سواء سبب لي اذى بالقول او بالفعل. طيب شو السبب؟ يعني انا بيني وبين حالي ابحث شو السبب اللي دفع هذا الشخص لارتكاب هذا الموضوع. كثير مهم هذا الموضوع. بعد ما بحدد السبب لازم كثير احدد المضمون، يعني انا مضمون المواجهه، انا شو بدي اقول له، شو هي الكلمات اللي انا بدي اقولها، شو عندي اصلا خليني اقول دلائل انا وقت بدي اقول له للشخص بانه انت غلطت معي بكذا وكذا، لازم يكون عندي دليل اقنعه بالكلام اللي عم اقوله. وقت اللي بدي اختار المضمون كثير مهم انه انا ابتعد، اكون ضمن الكلمات ضمن الادب، لائقه غير جارحه، يعني توجه لصميم المشكله مو انه انا اجرح بشخصيه وسمات الشخص الثاني، ما تكون افكاري مبعثره. تماما تماما. بعد انا ما حددت السبب والهدف والمضمون لازم اتحلى بالشجاعه، الشجاعه كثير امر مهم. اجى الوقت للمواجهه. تمام. خلص انتهى زمن السكوت. تماما. انه انا شجاعه. هلا كثير حلو بالمواجهه اذا كان الشخص بيهمني والشيء بدي اصلحه، انا عم حافظ علاقه معينه او انا عم احقق اهداف معين، فهون دافع، في دافع للجرأة، في دافع للثقة بالنفس، في دافع لأنه أنا أمتلك هاي الشجاعة وأواجه الشخص الآخر. الهدف من وراء هاي المواجهة بيكون هدف سامي،
هون الموضوع بيكون يعني الشجاعة فيه او الجرأة فيه بتكون مبررة او موجودة. تمام. فبيحق لك هون انت تتدخل وتقول لا تعال لك واحد اثنين ثلاثة انت خربطت بالنقطة الثانية، انا بوجهة نظري كان كذا ولكن انت الافضل تعمل كذا، واذا بدك خذ برايي واذا بدك لا تاخذ برايي، بس اذا انا في شيء يعني لي يعني انت عم ترتكب فعل عم ياثر سلبا علي لا بدك تاخذ فيه لا او نقطع العلاقه. قديش الكلام اللي حكيته انا في نسبه تقبل من الناس؟ حضرتك اختصاصيه بهالموضوع، قديش نحن عندنا فن المواجهه؟ قديش نحن اليوم منحاكي بعض بهالرقي او بهالحرفيه؟ شو الأخطاء المرتكبة بالمواجهة يلي بتأدي لسلبية أكثر من الإيجابية ومنقول يا ريت ما واجهنا من الأساس؟ تمام. الأخطاء ممكن أول شيء إنه نحن نكون ما حددنا الوقت والزمان الوقت والمكان والزمان المناسبين للمواجهة. حلو. يعني أنا مثلاً إذا بدي أواجه شخص بموضوع معين لازم أهيئه نفسياً، أقول له يا فلان أنا بحاجة لأحكي معك، بدي أخذ من وقتك، إمتى فينا نقعد؟ بدك مصاري؟ هاي فورا بخاف. تماما. اختار مكان هادي رايق ما حدا يقاطعنا فيه، كثير مهم هذا الموضوع. مثلا من الاخطاء كمان انه انا ادخل طرف ثالث، كثير غلط انه انا ادخل طرف ثالث. انا في بيني وبين شخص معين موضوع بحله بيني وبينه، اني ادخل شخص ثالث ممكن يكون عم فهم غلط اصلا، ممكن يصير يفهم انه انا عم حط على عينه مثلا او انا عم بشهر بمشكله معينه، فيمكن يكون الحق معي يصير الحق ضدي. اذا كثير مهم انه انا كمان ما ادخل شخص ثالث، ما اواجهه قدام العالم، يعني ممكن بمجتمع بمكان اقعد انا اواجه اكيد هذا غلط، ممكن يصير الشخص اللي عم اواجهه بدل ما انه انا هدفي اني احقق ارجع العلاقه اني احل بالحوار والمناقشه اقرب وجهات النظر، ممكن احصل على رد فعل عكسي فهو يصير هجومي بالنسبه لي. فكتير غلط انه في ناس نكارين صح يا نور بينكروا قد ما واجهتهم باخطاء معينه ما صار لا كذب لا انا مو هيك يا اخي انت يمكن انت قسيت بالحكي مع فلانه لا انا ما قسيت. فهدول الاشخاص الذين يبالغون بالنكران انه انا لا مو غلط انت عم تتهمني انت عم تلبسني خطا ما له موجود فيني، بكرر المحاوله معهم ولا لا ببتعد نهائيا وبقطع العلاقه ولا لا خلاص يلا بلف الموضوع وببين انه انا ضعيف ما قدرت واجهه؟ هلا بهذا الموضوع يمكن اتجهنا شوي اتجاه الناس اللي هن عندهم مشاكل اصلا، يعني انسان غير مدرك للاخطاء اللي عم يرتكبها ولا يتقبل النقد البناء ما بيسمع للحواليه اذا هو عنده مشكله بشخصيته. هلا اذا كان الشخص بيهمني بقدر اشتغل على انه انا انصحه ببعض النصائح او انه انا انبهه بطرق، طبعا في طرق واساليب بانه توصل المعلومه، انا ما اكون هجومي مع هذا الشخص، انا ممكن انا اوجه له الملاحظات بطريقه انه فيك تنتبه. هلا هي بسموها بعلم النفس يعني احيانا سقراط بيقولوا عنه انه اعطيني ثلاثه وخذ الرابعه، انه انا هذا الشخص بقول له مثلا بدل ما اجي انا انتقده قال له انت عم ترتكب اخطاء، انت اخطات هون، انت رفعت صوتك، انت كذا، ممكن انا اقدم له تعزيز ايجابي بالبدايه، فانه قال له انت مثلا عندك مثلا شخصيه حلوه معلومات تماما معلومات قيمه، بس كان فيك تنتبه كنت ممكن تعمل افضل بهي النقطه. نحن بنسميه النقد البناء او نحن ما هو مو سلبيه، انه في يبني على هذا الموضوع ويصلحه. هلا هو بعد ما اعطيته انا الايجابيات ولقمته اخر شيء الشيء السلبي اللي انا بعتبره بتقبلها وممكن يروح يفكر فيها، بينما اجي اقول له لا انت عملت هيك فورا، انت خطأت بهي النقطه بهي النقطه، بيقول لي لا ما خطأت، دغري حيصير هجومي حيصير دفاعي. فنحن بدنا ندرس الموقف بدنا ندرس الموضوع بدنا نعرف كيف بدنا نواجه، شو هي الكلمات اللي بدنا نستخدمها، كيفيه المواجهه حتى تكون المواجهه صحيحه. تمام. قديش هذا الموضوع فعلا حساس لحتى نختار الوقت المناسب للمواجهه ونكون دارسين الموضوع من الالف للياء لحتى نحصل على مرادنا ويكون بطريقه لبقه، يكون ما فيها استفزاز ومثل ما قلتي مواجهه وتوصل لنكران وحتى لمشاكل. ختاما بنتشكرك لوجودك معنا والمعلومات يلي اخذناها منك، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يا هلا. أهلا.